نواصل مع الشأن الأمني، وين سلمت وزارة الدفاع اليوم منظومة مراقبة واستطلاع من الولايات المتحدة الأمريكية متكونة من طائرات نوع مول وسيارات رباعية الدفع نوع جيب. هذا وسباق للقوات المسلحة أنها تسلمت من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2014 زوارق سريعة لتعزيز أسطول جيش البحر ووسائل رؤية ليلية لفائدة الجيوش الثلاث، وكذلك وسائل مكافحة الألغام سنة 2015. ومن جهته أكد فرحات الحرشاني وزير الدفاع أن المساعدات هذه باش تساهم في تدعيم مجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب والتهريب والتصدي للأنشطة غير الشرعية، وباش تخدم أمن البلاد واستقرارها. الكمية هي ستساعدنا في المراقبة، ستساعدنا في مكافحة كل الآفات في تونس حاليا، وأنا كما قلت هذه سنستعملها في مكافحة الإرهاب، ودخل في إطار بين مجهودات المؤسسة العسكرية في تطوير بنا قدراتها، سواء قدرات إنسانية، وكما قلت في السابق الحرب ضد الإرهاب هي أولا مؤسسة على المعلومة، ولا يمكن أن نحارب الإرهاب بدون معلومة، وهي المعلومة أهم من السلاح. إن شاء الله احنا في الطريق الصحيح، وسنحمي حدودنا وسنحمي بلادنا في إطار السيادة الوطنية، في إطار استقلال قرارنا.